يمكن من الصعب ان نحدد ايش هي اجمل مناطق العالم او ايش هي اجمل منطقه في العالم تحديدا، لانه زي ما بتعرف في اكثر من 209 دوله في العالم، فكيف بدنا نعرف ايش هي اجمل دوله في العالم؟ بكل بساطه ما راح نقدر نعرف ايش هي اجمل دوله في العالم، لانه الناس تختلف في ارائها واذواقها. بس في هذا الفيديو انا اعتمدت على عدد السياح اللي بيزوروا المناطق السياحيه هاي كل سنه، واخترت في هذا القائمه لاكثر المناطق زياره في العالم. وبالمناسبة هذه القائمة راح تكون عبارة عن قائمة الأماكن الطبيعية والمناظر الخلابة فقط. حسيت الموضوع أحلى بكثير من المعالم التاريخية، رغم أن المعالم التاريخية بلد مثل الأردن ومثل روما راح يتسلطوا على هاي القائمة بشكل كبير. ونبلش القائمة بمنطقة الجبال الملونة. موجود الجبال الملونة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد في منطقة كولورادو، وهي بتعد منها أشهر البقاع السياحية في أمريكا، لأنها تستقطب عدد سياح كبير جدا في كل سنة. واللي بيميزها أن الجبال بتمتد على مساحات شاسعة في المنطقة، وأكيد لجانب المنظر الخلاب والرائع اللي بتقدر تشوفه في غروب الشمس في هاي المنطقة. خلينا نحكي عن موقع ثاني كمان موجود في الولايات المتحدة، واللي هو حديقة دينالي الوطنية. فهي مش منطقة عادية أو منطقة معروفة للكل إنها منطقة سياحية عادية أو الناس بيزوروها كل سنة، لا هي بالتحديد بيزوروها في شهر مايو وشهر سبتمبر، وهذا لأنه بتتيح فيها كثير من الأنشطة الممتعة مثل التخييم وأكيد الجولات السياحية حول منطقة دينالي، وكمان بيمارسوا رياضة المشي وركوب الدراجات في هاي المنطقة. خلينا بعد شوي عن أمريكا ونروح لأستراليا، وهو منطقة الحاجز المرجاني، موجود بالتحديد في ولاية كيونزلاند في أستراليا الشمالية تحديدا. وبتميز هذا الحاجز بالطول تبعه اللي بتجاوز 2300 كيلو متر، هو عبارة عن حاجز من الشعب المرجانيين متنوعة في أشكالها وأنواعها، وأكيد أهم ما بيميزه تنوعهم في اللون كمان، وبيشمل أكثر من 350 نوع من الشعب المرجانية، وبيرجع تاريخه ل يعني سنين طويل كثير، توصل ل 18 مليون سنة. وبالنسبة للمي مش راح تكون زي المي اللي انت بتشوفها الطبيعية، لأنها راح تدهشك بصفاوتها ولونها الأزرق اللي مش حتشوف زيه في الحياة. سمعتوا بجزيرة آيسلند؟ بس تعرف انه في جزيرة آيسلند جنوبية؟ وهي واحدة من الجزيرتين المكونتين لدولة آيسلند أو آيسلندا، وتتميز هاي الجزيرة بمساحتها الكبيرة وقل عدد سكانها، لأنه بعيش فيها 25% بس من سكان آيسلند. وتعتبر هاي الجزيرة من أنقى وأفضل وأكثر المعالم السياحية المحبوبة خاصة في آيسلندا والدول المجاورة، لكثرة المناطق الجمالية فيها وقلة عدد السكان، وهي وجهة مميزة على فكرة، وجهة أصلا الناس بتتجهوا عليها، المصورين الفوتوغرافيين واللي بيصوروا أفلام ومسلسلات والأفلام الوثائقية تحديدا. يعني كمان مزبوطش تروح تصور بلاك ليست في جزيرة، بدك أفلام وثائقية تصور فيها. تعال نحكي عن تركيا شوي، لأن يعني نيجي نحكي عن مناطق الجمال والجمالية والمناظر الطبيعية الخلابة ما بزبط ما نحكي عن تركيا، وبالتحديد في منطقة كابادوكيا، هو إقليم صغير بقع في مدينة نوشهر في تركيا، وبالتحديد في الجزء الشرقي من هضبة الأناضول، وعندهم هناك يعني نشاط سياحي منتشر كثير، وهو ركوب المنطاد الهوائي اللي مرتفع كثير وبسمح لك انك تشوف المنطقة بجمالها ومن فوقه بكل وضوح. ومن أهم معالم هذا المكان التضاريس المختلفة اللي موجودة فيه، وهي تضاريس متباينة مثل جبال أرجس وجبال طوروس كمان، وكمان سلسلة جبال البحر الأسود المعروف، ونهر الفرات والسهول الهضبية، وكمان القمم البركانية. وآخر منطقة معنا اليوم هي قرية سيمورو لاونج، هي قرية صغيرة جدا مش كثير معروفة موجودة في إندونيسيا، وتبعدش كثير عن جبل البرومو البركاني، وهاي المنطقة تحديدا غير عكس كثير من المناطق اللي حكينا عنها بالفيديو، لأن الشعب الموجود هناك بيحتفظ لسه في عاداته وتقاليده المعروفة ومش كثير تغير، فراح تعيش المغامرة والإثارة هناك. كانت معنا هي آخر منطقة موجودة في الفيديو اليوم، ما حبيت أحط كثير معلومات فيه لأنه إن شاء الله من اليوم طالع الفيديوهات راح تكون قصيرة شوي، ما بين الخمس دقائق للسبع دقائق، ممكن تكون أربعة لسبعة، مش فرق دقيقة ودقيقتين، عشان أقدر أنزل فيديوهات أكثر وإنه الناس تكون على استعداد إنها تشوف فيديو لشخص جديد أول مرة بتشوفه، لأنه ما بعتقد في ناس قاعدين بيضغط على الفيديوهات لما يشوف مدة الفيديو 10 دقائق أو 12 دقيقة، ممكن يكون الموضوع شوي مشجع لما كان خمس دقائق صح؟ وبس، لينك الانستغرام يكون تحت في الوصف، موجود كمان في الأوترو، وديروا بالكم على حالكم، مع السلامة.